السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. هل أن المسلمين يفرحون بأفول الحضارة الغربية وانهيارها أم لا؟ وهل أن الكتاب أو الكتب الكثيرة التي تتحدث عن أفول الغرب هي كتب تبشر بما يسر المسلمين أم بما يحذر من عواقب ذلك بشدة؟ هل أن العرب أو لماذا يحذر العرب من هذا الأمر بدلا من أن يعتبروها فرصة لاستعادة دورهم الحضاري الذي تخلوا عنه أو فشلوا في مواصلته؟ وهل أن كما جاء أن توقعات خالد منتصر كانت صحيحة حول أفول الغرب أو هذا الكتاب الذي تحدث عن أفول الغرب أم أنه كان على خطأ؟ أيضا سأطرح سؤالا مهما حول هذا الموضوع، هو لماذا نتسرع في إطلاق الأحكام حتى حين نطلع على ما يجري لا نجيد فهمه ولا التعامل معه؟ السؤال الأخير الذي سأطرحه وأحاول الإجابة عليه هو لماذا لا يجد شيوخ الإسلام أي حرج في العلاج في العالم الغربي مع أنهم يقودون كليات الطب خاصة بهم منذ عقود، أي أنهم يعالجون أنفسهم في أماكن خارج الأماكن التي يفترض بأنهم أشرفوا على حسن إدارتها ورفضها بما يلزم من متخصصين؟ كنوا مع أصدقائي، وهذه الحلقة التي هي الجزء الثاني من موضوع أفول الغرب، معكم منصور الناصر. السؤال الأول، هل فرح المسلمون بخبر أفول الغرب وانهياره أو الكتب التي تحذر من ذلك أم لا؟ تاريخيا هذا الأمر صحيح جدا، أنه الأمم فيما بينها دائما كانت في حال صراع مستمر، وعندما يعني يصيب أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات المنافسة شيء يحدث فيها الضرر، هذا أمر سيصب في صالح الأمم الأخرى، وهذا أمر يعني الذي كنا معظم الشعوب كانت تعتقد هذا أمر صحيح، لكن في الحقيقة ما يصح قديما ليس بالضرورة يصح حديثا أو راهنا. هذا أمر مشكلتنا، احنا نقيس الأحداث وفقا لخبراتنا السابقة لكننا لا نمتلك رؤية دقيقة لما يجري. أقول هذا الضجة الآن المؤخرة التي حدثت بفعل صدور كتاب أفول الغرب عن أفول الغرب لكاتب مغربي، أنا طرحت ما قال هذا الكتاب في الجزء الأول من هذه الحلقات حول أفول الغرب، فأرى بأنه الرجل قدم هذا الخطاب، لكن كثير من الناس سمعوا أفول الغرب منهم خالد منتصر وظن بأن الحديث عن أفول الغرب هو مشابه للحديث الذي كرره الإسلاميون قديما وبالوتيرة نفسها، ولكن الأمر ليس بهذه الصورة. فكما يعني كما لم يحسب حسابه الصديق أو خالد المنتصر، قال بأن من لم يدرك بأن هذا هنالك خطاب مختلف، وهذا الخطاب قائم على فكرة التسخير. ماذا يقصد الإسلاميون بالتسخير؟ إحنا حتى هاي الفكرة التسخير واللي هي مصدرها من آية قرآنية كريمة، هذه الفكرة هي إحنا ما فاهمينها بطريقة صحيحة من قبل الإسلاميين، وماذا يعنون بها؟ راح أوضح هذا الأمر بعد شوي، أو خلنا أوضح الآن أفضل. هذا التسخير مقصود به الخاصة فقط من قادة دينيين وسياسيين وحكام، أي أن الغرب وجد لكي يسخر لهم أولا ولجمهور المؤمنين ثانيا. هذا شيء يكشف حقيقة مؤلمة، وهي أننا حضايا أننا أصبحنا ضحايا مزدوجين للغرب
وهيمنته وللشيوخ وهيمنتهم المطلقة علينا. كيف؟ ماذا أعني بتسخير الغرب لهم؟ أي أن هنالك فئتان، فئة الخاصة التي تمثل القادة الدينيين أو الطبقة الدينية والطبقة الحاكمة، وهذه أن الغرب تم تسخيره لأجلهم. ومن جانب ثاني أن هذا التسخير منح فرصة لهؤلاء لكي يسيطروا على جمهور المؤمنين عبر الغرب نفسه، وهذا معنى التسخير بالنسبة لهم. لكن أن تسخير الغرب لمصلحة جمهور المؤمنين هذا أمر مرفوض، وهذا الصيغة التي كانت تسير عليها الأمور حتى وقتنا الحالي، وهذا كان ما يقصد به بأفول الغرب. كانوا يحاربون الغرب ويمنعون أي فرصة لنشر أو انتشار التعاليم والمفاهيم والقيم الغربية أو حتى القيم العلمية أو البحث، مبادئ البحث العلمي اللي هي مبادئ عالمية مطلقة ولا يمكن أن تقتصر على ملة أو قوم أو على حضارة، لا، هي مسائل تشمل البشرية جميعا، بدليل أننا احنا جميعا الآن في المعاهد والكليات والمدارس ندرس العلوم نفسها، الرياضيات هي نفسها، الفيزياء هي نفسها في أي مكان، وهكذا معظم المعارف العلمية والفكرية هي معارف عامة وشاملة وتتحدث عن البشرية جمعاء، لغة واحدة مشتركة هي لغة المعرفة، لا يمكن اقتصارها على فئة دون أخرى. هذا فقط يحدث عندنا عندما نراجع تاريخنا وتاريخنا الثقافي والفكري، نجد أن ثقافتنا هي ثقافة عنصرية بامتياز، وكل تراثنا بأكمله هو التراث عنصري بامتياز، ويفصل بيننا وبين الآخر، وهو قائم يعني الدين الإسلامي بأكمله فقها وشريعة وعقيدة ومن جميع الجوانب، حتى الفكر الفلسفي والمعرفي واللاهوتي إذا سمينا، حتى كله بأكمله هو عبارة عن فكر عنصري الجوهر، ويتحدث عن العرب وعن العقل العربي. حتى العصر الحديث نجد لحد الآن تجد الجابري يكتب كتاب مجلدات 3 أو 4 مجلدات عن بنية العقل العربي، وكأن بنية العقل العربي كائن آخر مختلف. هذه المسألة ما راح أتناولها هسه، لكن أتناول موضوع أفول الغرب وأجيب على الأسئلة التي قدمتها في البداية. هذا السؤال الذي قلت به بأنه فرح المسلمين بخبر أو باحتمالات أفول الغرب وانهيار الحضارة الغربية، هو هذا يكشف حقيقة مؤلمة، وهي أننا كما قلت ضحايا مزدوجين للغرب. وهذا أيضا كيف؟ من خلال دعم الغرب غير المحدود للخطاب الديني المتخلف، وفي الوقت نفسه هذا الغرب هو يتجاهل أي قوى تدعو للحداثة والتغيير والتطور. من أمثالنا نجد نحن ناس نتحدث في جزر معزولة ولا نكاد نجد من يناصرنا أو يقف إلى جانبنا أو حتى يتيح لنا فرصة لأن ننشر خطابنا في أي مكان عدا هذا المكان الأخير تقريبا الذي تبقى لنا. فبالتالي نحن لا حق لنا أو لا توجد أي مؤسسات تحفل بنا، فبأي حق لا نمتلك هذه الفرصة؟ ماذا فعلنا؟ هل قمنا؟ هل حررنا؟ هل قسمنا المجتمعات؟ هل أحدثنا فتن؟ هل سبب فجرنا أو أدرنا عمليات إرهابية؟ لا، من فعل هذا هم هؤلاء الذين متحكمون برقاب الشعوب، نحن لم نفعل شيئا، لا الغرب معنا ولا المتخلفون العرب والمتأسلمون معنا، أو يتوحون فرصة لأي منافسة لهم. إذن العرب والمسلمون عموما يفرحون بأفول الغرب، لماذا السبب؟ لماذا نفرح بهذا الخبر أو بهذا الحال؟ الجواب هو ببساطة لأننا توقفنا عن رؤية أنفسنا، نحن لا نرى أنفسنا، بل نحن نمنع كل من يغامر ويفعل ذلك. نحن أناس عديمو الشخصية، لا نمتلك وجوها، ولهذا تجد أن فكرة الحجاب هي فكرة إخفاء الوجه أو إخفاء معالم الإنسان
وتجد حتى وصلت إلى درجة وضع النقاب على المرأة، وأيضا وضع منع ذكر اسمها حتى عندما تولد وعندما تتوفى، وهذا كأنما عار كبير. وهذا ما معناه؟ معناه أنه نحن لا نريد أن نرى أنفسنا. هذا أيضا ما يراه الغرب أو أي إنسان خارج الأفق أو الفضاء العربي أو الإسلامي، يرى كيف يرانا، كيف يرى هذا العالم العربي المغلق والإسلامي، يرى من الخارج يجد أنهم عاجز، يجد أننا عاجزون عن رؤية أنفسنا. يعني نرى فقط، احنا غارقون فقط في وصف بعضنا البعض على اننا يعني مجرد جماعات، حركات، طوائف، مارقين، مشركين. هذا الحد الاقصى الذي نستطيع فيه تمييز انفسنا. لا وجود لرؤية واضحة لمستقبلنا ولا حتى لعلاقاتنا مع الخارج. هذه المسألة غير موجودة مطلقا. يأتي كتاب من أوريد اسمه أفول الغرب، ماذا يأتي، ماذا يقول لنا؟ لا يتحدث عن هذه الإشكالات، يتحدث فقط لكي يقول للحكام العرب وكبار رجال الدين: أنا وجدت لكم الحل. الحل هو في المزيد من التبعية للغرب، بل التعلق به والاحتماء به، في هذا هو فقط يكمن أملكم الوحيد. يعني هذا الرجل أتى لكي يعالج مشكلة الحكام العرب في هذا العصر الذي يدعو للعلم والمراجعة والمكاشفة والحرية، في حرية البحث العلمي وحرية النقد وكل ما إلى علاقة بضمان حقوق الإنسان. الحل بالنسبة لأوريون أو أوردون، نسيت اسمه، أوريد، ليس في حمايتكم ولا في ألم معالجة أمراضكم في مستشفيات الغرب فقط، بل في التضامن معكم على نهب البلاد والعباد. أين الغرب يساعدكم في معالجة كل شيء، يحميكم ويعالج أمراضكم في مستشفياته، بل ويتضامن معكم على نهب البلاد والعباد. وهذا كان واضح المسألة، يعني ليست سرية. لاحظنا كيف فشل العرب إزاء غزو العراق ومواجهة داعش، البلدان كلها انهارت، لولا الغرب الذي وقف ضد داعش لكانت داعش استمرت ووصلت، يعني احتلت نصف الدول العربية. ولم يستطع العرب حتى مواجهة داعش في الاتحاد لأجل مواجهة داعش، بالعكس الذي قامت به التحالف الذي أدارته هو الدول الغربية. وهذه مسألة، مع العلم أكو مثلا مآسي كثيرة العرب فشلوا في مواجهتها، مثل مأساة فلسطين اللي ما زالت تنزف لحد الآن، مأساة اليمن لحد الآن، مأساة ليبيا، هذه لحد الآن العرب ما حلوها. بس ليبيا بالبداية دخلوا القوى الغربية وانسحبوا، لا ما يعني لم يستطع العرب على الإطلاق الحضور الفعال في أزمة واحدة على أراضيهم. فبأي حق يتحدثون عن الوحدة العربية وعن أنه وحدة الصف الإسلامي وما إلى ذلك، ويتهمون الغرب بهذه المسألة؟ بالعكس، الغرب هو الذي حمى هذه السلطات والحكام وهذه الحكومات المستبدة غالبا. السؤال الآخر: هل أن كتاب أفول الغرب يبشر بأفول الغرب أم يحذر بشدة من هذا الأفول؟ ثم لماذا يحذر العرب من هذا الأمر بدلا من يعتبرها فرصة لإنقاذهم واستعادة دورهم الحضاري؟ أنا أقول التبشير بأفول الغرب هو محاولة للتنصل من ممارسة العرب لدورهم، محاولة لإعفاء الذات العربية الإسلامية عن كل التبعات. يعني يبدو حتى أمراضنا إحنا أو مشاكلنا الكبرى الأساسية الثقافية والحضارية ما والإخفاقات السياسية والعسكرية وكل وحتى إخفاق التأقلم مع الواقع والحضارة والعلم وكل المستجدات الحديثة، هذه كلها ما نلقي بها اللوم على واقعنا في التسبب بها، لا، نتناسى الموضوع ونذهب إلى الغرب يعني نتهم الغرب بكل ما يحدث لدينا، وفي الوقت نفسه نذهب إلى هذا الغرب نفسه لكي نعالج أنفسنا وأمراضنا. نقول ماذا نقول وما هي الحجة؟ نقول مستشفياتنا متخلفة ومن يعمل فيها متخلفة وتعاني من إشكالات، لكن لا نبحث عن السبب ولا نسمح لأحد أن يبحث عن السبب ويعالجه. لماذا؟ السبب واضح،
وإحنا يعني كالأطفال لا نريد تحميل أنفسنا مشقة العمل وتصحيح الأخطاء. هذه العملية راح تسبب لنا يعني تهد مصالح القوى المهيمنة على بلداننا. فبالنتيجة كما قلت ماذا الحل؟ شنو البسيط؟ نحمل الآخرين المسؤولية وخاصة الغرب، هذا الغرب المستعمر الكافر، تلقى الكلام الجميل هذا كله. وأيضا كل ما لأنه القادة يتحدثون بهذه اللغة المستبدون والكهنة المسيطرين على الشارع وعلى كل شيء، رأسا الأتباع يهتفون خلفهم، هذول الأتباع الأغبياء الجبناء يهتفون بالشعارات نفسها، يكررونها كالببغاءات ما يقال. هؤلاء يعني الغرب والكفرة والألمانيين وكل شيء هم السبب، هم السبب، هم السبب، ونحن الأبرياء، نحن الأبرياء ونحن المظلومون والذين لا عيب فينا ولا شائبة. هكذا ماذا النتيجة؟ لا أحد يفكر فيما صنعت يداه أو فيما صنعت مؤسساتنا بنفسها، وفي المقدمة منها المؤسسات الدينية والتربوية والحكومية. أي أننا نضع حدا أو حاجزا بيننا وبين أنفسنا، حاجز يجعلنا لا نرى ما صنعناه بأنفسنا وبحياتنا وبمصيرنا ومصير أبنائنا ومستقبلهم. لماذا لا نفعل شيئا؟ لماذا لا نرفع هذا الحاجز بيننا وبين أنفسنا؟ لماذا؟ لأن الخطأ موجود، الجاهز، الخطأ هو خطأ الآخر. احنا ما عندنا حواجز، احنا ناس منضبطين وأبرياء ومظلومين. والآن قد يقول البعض أن الامتناع عن رؤية الذات هي ليس أمر، يعني هذه أمر طارئ وممكن تجاوزه ومعالجته. أنا أقول لا، هذا أمر غير ممكن وليس أمرا عابرا أننا نحن لا نرى ذاتنا بسبب أن لدينا ذات ونمتنع عن رؤيتها. بالحقيقة احنا لم تتشكل داخلنا لحد هذه اللحظة ذات حقيقية ومتماسكة بأقل قدر بقدر كافي. نحن لدينا الامتناع عن رؤية الذات هو سببها أنه هذا سبب السلوك هيكلي داخل الوعي والعقل العربي، وهذا الأمر مصدره الدين. فبالتالي لماذا؟ لأنه لا توجد ذات مستقلة في الدين، ولا والدين لا يطلب وجود ذات مستقلة، ولا بل يمنع هذا تماما ويستنكره ويعتبره علامة على الفساد والفرقة والانقسام، و يعني مدخل أو فرصة لكل بدعة وضلالة. وهاي الضلالة هي الذات، وطبعا النفس هي أحد مصادر هاي الذات وأشكالها، هذه هي كلها أمارة بالسوء وبالخطر. لهذا دينيا وليس دينيا فقط، ثقافيا وكوعي عربي عام، حتى هذا يشمل حتى العلمانيين لأنه هم أبناء هذا الفضاء المعرفي. لهذا بيصير الامتناع عن كل ما يبرز ويعزز من دور هذه الذات الفردية أو العامة، يصبح هو أساس الامتناع، يصبح أساس كل نظر وعمل عليه. نجد أنه لا 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 وجود لمن يرحب بكل ما إلى علاقة بالفن والموسيقى وما علاقة إلى علاقة بالإبداع وإلى علاقة بالثقافة العامة وأي شيء إلى علاقة بالحرية وأيضا بالابتكار والبحث العلمي الحر والنقد المعرفي والفكري. ليش؟ هذا كله لأنه هذا راح يخلينا، راح يصنع داخلنا ذات حقيقية متميزة وتبني ذات الإنسان وفرديته، وبالتالي راح يتشكل المجتمع من ذوات مبدعة وفاعلة ولدى كل منها طاقته واختلافه، وبالتالي يصبح المجتمع كما هو حال المجتمعات الغربية الآن، مجتمعات تتكون من أفراد لديهم تنوع هائل في الاختصاصات والتخصصات والتوجهات والأفكار
وهاي كلها ضمن بوتقة المجتمع الحديث الديمقراطي الليبرالي. جزء من عدم السماح بهذا الأمر، بعدم السماح بحضور الذات داخل فضائنا الاجتماعي هذا والثقافي والمعرفي، هو جزء من عنده مثلا منع المرأة من الخروج إلى الشارع دون حجاب. واحدة من أتنى أساسي، لماذا لا تخرج المرأة إلى الشارع بحجاب؟ لأن الحجاب يمنع حضورها كإنسانة، يمنع تعريفها كإنسانة أو وجودها كإنسانة لديها مشاعرها الخاصة ولديها حريتها وقدرتها على اختيار ما تشاء وفعل ما تشاء بالتعاون مع الآخرين أو عدم تعاون الآخرين. هاي كلها جزء من هاي العملية بأكملها اللي تمنع وجود ذات خاصة. وكل هاي تذكرنا بأن لدى كل منا ذات يجب مواجهتها والعمل على تطويرها، وهذا أمر مرفوض طبعا بالنسبة لرجال الدين أو السلطات الحاكمة، لأن معناته هذا يهد كل ما تفعله. هذا راح يتحدث عنه بأفول الغرب بطريقة مواربة وغير مباشرة صاحبنا مؤلف هذا الكتاب. واستكمال الموضوع الذات، إذا احنا افترضنا كما قلنا أن هاي الذات هي غائبة بالقوة، وكل ما يحصل داخل وسطنا المعرفي الديني واللاهوتي الغيبي، إذا كانت هاي الذات غائبة وهذا موجود أصلا، كيف لنا بالتالي أن نرى الآخر؟ أنا إذا عندما لا أمتلك ذاتا أرى بها نفسي أو أشعر بوجودها داخلي ذاتا متميزة، فكيف لي بالتالي أن أرى الآخر؟ والسؤال خطير جدا يجب أن نتأمله بشكل دقيق. أنا أرى بأن عدم رؤية الذات معناتها أيضا عدم قدرتنا على رؤية الآخر. والسؤال كيف نرى، يعني كيف مضى هذا الزمن كله ونحن لا نستطيع رؤية ذاتنا وأيضا لا نستطيع رؤية الآخر؟ الجواب هو احنا يبدو احنا قضينا حياتنا بالكامل ونحن نرى بالجملة. ماذا يعني؟ يعني نعم بالجملة، أقصد نحن يعني نحن وهم جماعتنا وجماعتهم، يعني نحن وهم، يعني هكذا نحن وهم، يعني الذات غير موجودة لكن هنا الكتل موجودة، نحن وهم، الكتل موجودة حتى في لغتنا وحواراتنا وكلامنا. لما نتحدث المسلمون الكفرة الغرب الكافر، عندما نتحدث بصيغة نحن وهم، لا نتحدث بصيغة الأنا، جماعتنا وجماعتهم، فريقنا وفريقهم، يعني فريق المؤمنين وفريق الكفار أو الكافرين. وهذا هو علامة الأفول عينه، يعني الأفول ليس أفول الغربي إنما الأفول العربي، فنحن لا نرى أفولنا ولكننا نرى أفولهم أو نطمح لأفولهم، هذا هو اللي يخلينا نرى بالجملة ولا نرى الحقائق بموضوعية ولا بصيغة فردية. وموضوع الذاتي والموضوع يحتاج لبحث آخر أيضا، هذا يتشعب بينا إلى موضوع فلسفي مختلف. الآن كما قلت هذا الأفول بعينه، أنت عندما تلغي ذاتك تلغي الآخر، وعندما تلغي الجماعة تلغي قدرتك على، يعني عندما تعتبر نفسك ذائب داخل الجماعة تلغي قدرتك على فهم أي شيء وتحول العالم كله لمجموعة طرفان أو قطعان، وهذا يشكل هو الأفول الذي نحن فيه. هنا نصل إلى مرحلة مهمة جدا ولا نتيجة مهمة جدا، هو كيف لنا نحن الذين نعجز عن رؤية ذاتنا، كيف لنا أن نطورها، كيف لنا أن ننهض بها، كيف لنا أن نحجز لها مكانا وسط العالم، كيف نصنع هذه الذات التي نعمل على العكس على تدميرها كل يوم، كيف ندعي بعد ذلك عدم أفولها وندعي أنها لم تأفل وأنها ستنهض في كالعنقاء في لحظة ما؟ هنا راح نكتشف أربع حقائق مترابطة ومؤلمة جدا لابد أن نفهمها بطريقة، يعني حسب فهمي. أولا
أننا عاجزون حتى عن رؤية أفول شعوبنا ودولنا. والدليل هذا الكتاب اللي اسمه أفول الغرب للكاتب المغربي، وهذا يفترض أيضا يعني كان يفترض أن يقول أفول العرب بدلا من أن يقول أفول الغرب، يجب أن ينشغل بأفول العرب، لكن هاي منطقة محرمة، لا يجوز أن يقولها، لأنه كما قلت إحنا نفكر بطريقة نحن وهم، جماعتنا وجماعتهم، فبالتالي هو يفكر بهؤلاء لا يفكر بهذا، بل هو بل يخاف أن يتطرق إلى موضوعنا. هذا أيضا يمثل امتناع إرادي عن المعرفة، وحتى امتناع عن الوصول إلى هذه المعرفة أو البحث عنها أو اكتشافها وإظهارها للناس. بل فماذا يفعل؟ يقول اعتمدوا على الغرب، احنا أمرنا ميؤوس منه كما يبدو. هذا لم يقله لكنه واضح، عندما تقرأ الكتاب وتطلع عليه ستجد أنه يقول في كل منهج بأكمل قائم على فكرة أن أمرنا ميؤوس منه. ثانيا، أن الامتناع عن المعرفة هو امتناع عن السماح بوجود الإنسان. لماذا؟ لأن قطع الطريق إلى المعرفة هو قطع الطرق جميعا إلى تحقق شروط الإنسان، وإلا فما قيمة إنسان لا يملك حق التعبير عن رأيه الحر أن أيا كان اختلاف هذا الإنسان عن محيطه؟ ما يعني ما قيمة إنسان لا يستطيع أن يقول ما يقول أو يقول ما لديه؟ يفقد صفة الإنسان بالضرورة. ثالثا، هذا يقودنا إلى فرض واقع نعيشه جميعا منذ قرون، وهي سهولة قتل أي إنسان. ليش؟ لأن الإنسان فقد صفته، فقد صفته الإنسانية، بالتالي هو بعد ما له قيمة، فممكن ليست هناك خسائر كبيرة لقتل ونفي وتشريد وإلغاء دور مو إنسان واحد، مليون بل 20 مليون إنسان. هو فقط صفة الإنسانية، فهو أصبح نحن وهم، فإذا لا أقل 10 أو 100 أو مليون من نحن فلا بأس، ماكو مشكلة. هي هاي الكارثة الثالثة. الكارثة الرابعة، أن هذا الحال جعلنا نتحول إلى شعوب جبانة، معنى كلمة جبانة أو في قمة الجبن والخذلان والنكوص يعني عدم احترام الذات أو إن وجدت، وأيضا عدم قدرتنا على تكوينها وتشكيلها. نحن شعوب جبانة أفرادا وجماعات، ونحن أيضا لا نجرؤ على مواجهة أنفسنا ومشاكلنا وأخفاقاتنا ومستبدين ودجالين. أنا دائما كان يقولون لي واجه مشاكلك بنفسك، تحدى وحل مشاكلك بنفسك، لكن الحقيقة ما يقوله لنا الدين أو الثقافة الدينية التي ورثناها تقول لا تواجهوا أنفسكم ولا تتعرفوا عليها، ليس هذا دوركم، سلموا أمركم إلى الله، إلى الله وأيضا إلى رجال الدين، وأنتم غير مطالبين بهذا، مطالبين فقط بالطاعة، طاعة والاتباع، شبعوا اتباع وخذلان. وعندما يحاول واحد أن يناقش موضوع الدين الكل يتنصل ويتحول إلى رأديد وجبان، يخاف الحديث عن موضوع الدين ويعتبر موضوع خارج نطاق التفكير. فماذا نفعل؟ شنو الحل؟ دائما نفضل الهرب من مواجهة ونتهم الآخرين. عندما أتحدث عن بالقناة كثير من التعليقات أشوفها أنا أتحدث عن موضوع مثلا عن موضوع التاريخ الإسلامي، يقول ها الجرائم التي حدثت في الغرب ما تذكرها. أنا أتحدث عن موضوع مثلا التاريخ الإسلامي، مثلا المشاكل والصراعات الموجودة به، يقول لا، يقول هذا الإسلام هو الذي أدار هذه المسألة أو المسلمين أو الخلفاء، يقول لا أنت ليش ما تروح تتحدث عن الغرب؟ فهو يعني ما يقدر يدخل المنطقة التي يجب التفكير فيها، يعني خاف أنه جبان وتعلم على الجبن، بل أصبح الجبن سلوك طبيعي عنده لا يشعر بوجوده أصلا. ولماذا هذا السلوك اللي أصبح طبيعة وطبيعة متأصلة داخلنا؟ لأن هرب من المواجهة
لين يسمح لنا بالهرب من المواجهة. فنتهم الآخرين بكل مساوئنا، فماذا يحصل؟ نحن نفوز بكل ما يرضينا نفسيا ودون أن نتكبد أي خسائر مهمة، بل على العكس سنربح ونفوز بالكثير من رضا وقناعة القوى المهيمنة على شعوبنا بنا، وبالتالي نحصل على فرص أكبر في استمرارنا داخل هاي الجماعة القطيعية بصراحة. كما رأيتم أن خالد منتصر يقول أننا ننتظر أفول الغرب وحينها لن نجد قرص دواء ولا كمان طيارة نرجع فيها، وهذا طبعا أنا أشوفه كلام غير صحيح. لماذا؟ لأننا نفترض افتراض خاطئ، هذا يتضح حين يساوي المتحدث نفسه بشيخ الأزهر، وهذا أمر لا وجود لأي دليل عليه. أعني أنه خالد منتصر يفترض بأن هنالك مساواة بينه وبين الشيخ الأزهر، وهذا أمر ما موجود. فبأي شيء مثلا يتساوى خالد منتصر مع الشيخ الأزهر أو أي شيخ آخر؟ بل نحن جميعا نعتبر من العامة أو الدهماء بأسوأ الأحوال، فبماذا نتساوى مع هؤلاء الشيوخ؟ هم يفعلون ما يعجبهم، لديهم عالمهم الخاص الآخر المختلف تماما وعلى جميع الأصعدة تقريبا، بل أن فيهم وما عدا طبعا الشيوخ الصغار من لا يتواجد حيث تتواجد الناس. هؤلاء لا يأكلون ولا يشربون ولا مع الناس، هؤلاء ولا حتى يشاركون الناس حيث يموتون ويدفنون. ما معنى هذا كلام؟ معنى هذا كلام أن الشيوخ يقرؤون كتبا تتحدث عن أفول الغرب، ليس لكي يقرأها الغرب، لا، هم طبعا راح يضحكون، الغرب راح يضحك علينا كثيرا إذا قرأ هذا الموضوع. الغرب عندما نتحدث عن أفول الغرب إحنا الآفلين أصلا راح يضحك علينا إلى حتى مطلع الفجر يعني. بل هذه الكتب التي يؤلفها مسلمون أو التي تترجم إلى العرب فقط لكي يقرأها عامة المسلمين. لماذا؟ لأن هؤلاء هم مصدر سلطة الشيوخ ومادة الإسلام الذي لن يأفل كما يقول علماء الدين. من هنا فإننا كمؤمنين وكعلمانيين نقرأ ونفهم كتابا كهذا بالمقلوب، أعني كتاب أفول الغرب. أي ماذا يقول هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لا يؤكد لنا أفول الغرب الحتمي، بل أنه يريد التأكيد على أفولنا نحن الحتمي. صاحب الكتاب وهو مغربي، يعني كما قلت، يعني كما أرى لي، لم يكتب الكتاب استبشارا بأفول الغرب، بل على العكس يقينا بأفول العرب وعدم قدرتهم على العودة مرة أخرى، وهذا هذه قناعة صحيحة بالمناسبة. نقطة مهمة أريد أشير عليها أن الفرح بأفول الغرب يعني تمني هذا الأفول يدل على حجم أزمتنا النفسية. هذا يدل على إدراكنا عامة وخاصة بأن البون شاسع بيننا وبين الغرب، ولم يعد بيننا ما وبين ما نتمنى لهم من السوء سوى التمني، وهذه علامة العجز الكامل. السؤال الخطير وين؟ الخطير جدا هو كيف لنا أن نتأمل خيرا من قادة روحيين وسياسيين لنا وهم يائسون إلى هذا الحد، بل أنهم وصلوا إلى درجة أسوأ أو حد أسوأ، وهو أنهم بدلا من قراءة أفول الغرب كان لهم أن يقرأوا عن أفول الشرق والعرب تحديدا،
وبفضل قيادتهم، أي أنهم أن عليهم أن يجدوا حلا يعالج ولو جانبا بسيطا من الكوارث التي نحن فيها وهم الذين يشرفون عليها والمسؤولين عنها. النقطة الرابعة، لماذا يفرح الخاصة لدينا بأفول الغرب؟ أعني بالخاصة هم رجال الدين، كبار رجال الدين وكبار القادة أو القوى القوى المؤثرة في مجتمعاتنا. أرى بأن هذا الفرح والطلب والتمني هو يبرر وجودهم، وفي الوقت نفسه يحفظ سلطانهم على رقاب الناس. لاحظوا كيف يتصرفون، أنهم يخترعون عشرات القضايا من أجل وصم الغرب بالانحلال والفساد والعنصرية وغيرها. هاي صار لهم 100 سنة، شوهوا الغرب تماما، شوهوا العلمانية، شوهوا مبادئ الحريات، حولوا الحرية إلى مسألة فجور ويعني وانحلال خلقي وأخلاقي وجنسي. هاي الحرية بالنسبة لل يعني صارت صورة الحرية، مفهوم الحرية قلبوه 100,000 شكل. يعني افتحوا أي موقع ولهذه القوى المتحكمة بواقع شعوبنا وستجدون هذه المواضيع الأثيرة على قلوبهم. وطبعا هي أجد صداها في بعض التعليقات، كل بعض يعني الأغبياء أو الذين لا يفقهون شيئا مجرد يجيدون كتابة بعض الجمل يقول إنه هاي الحريات وإحنا في حالة في أفضل حالة، والغرب الآن في حالة دمار شامل، الجنس في الشوارع والناس يعني الأولاد لا أحد يعرف من أبوهم. يعني هذا كلام عجيب غريب، وهم يعرفون كلامهم مو طبيعي لكنه يعني يرضي نزوحهم أو أمراضهم الخاصة. طبعا أكو موديل جديد انتشر هاي الفترة الأخيرة، هو مفهوم الانبهار بالغرب، وكأن الانبهار بشيء عظيم أو جميل أمر حرام. يعني بالعكس، الانبهار بما يحققه الإنسان أمر ضروري، وعبارة الانبهار تدل دلالة أكيدة على ترداد هاي العبارة واعتبارها عبارة سلبية، هي تدل على المرض النفسي الخطير اللي يعاني منها صاحبها أو كل واحد يقولها. وطبعا هو أكبر واحد يرفع هذا كلمة الانبهار بالغرب هو إياد القنيبي، إياد القنيبي اللي هو حاط كلمة بروفيسور وباحث وكذا ودكتور، وهاي كل عبارات الانبهار بالغرب أو العبارات الغربية المبهرة بالغرب هو يستخدمها، ومع هذا يدعي أن الانبهار بالغرب هو شيء مثلبة كبيرة على كل مسلم بالنسبة له. خامسا، طبعا سيقال من حق الشيخ قراءة ما يشاء، وقول هذا طبعا هذا من حقه يعني، لكن انتقاء لهذا الكتاب تحديدا باعتباره شخصية عامة ومهيمنة على أو شخصية اعتبارية دينية، هذا إلى دلالات كبيرة وسوابق أيضا مماثلة. طبعا سادسا، أن فكرة أفول الغرب هي فكرة التي يفترض إشاعتها بين جمهور المؤمنين أو جماعة المصلين وليس داخل الغرب نفسه، أي الإشاعة هي هؤلاء هم المستهدفين من أجل عدم خروجهم على القطيع أو خارج الحظيرة. أما فكرة أوريد صاحب الكتاب هذا أفول الغرب فما كان منتظر منها أن تنال الشهرة، الكتاب ما كان مقصود أن ينال الشهرة لأنه موجه فقط للحكام والسلاطين والخاصة من ألية القوم، وهذا هو الهدف من تأليف هذا الكتاب. وأنا راح أتنبأ الآن بأن هذا الكتاب سوف لن تتم مواصلة دعمه إعلاميا، سيتوارى بعد 6 أشهر ولا يعود ذلك الكتاب الذي تسلط عليه الأضواء، فهو هي سلطت بالصدفة طبعا عليه بسبب الصورة التي قدمها التي انتشرت لشيخ الأزهر الطيب. لماذا؟ لأنه أولا يكشف طبيعة الاستشارات الاستراتيجية التي يحصل عليها الحكام العرب، هؤلاء هم المستشارين لهؤلاء الحكام وقدموا لهم هاي الاستشارات. ثانيا
هذا النشر هذا الكتاب وهاي الأفكار يخرب الدعاية المنتشرة بأن الغرب سيسقط وأن الإسلام سينتصر في النهاية ومعها ستعود الحضارة الغربية العربية قصدي هذا العربية الإسلامية. وهاي الخرافة مهمة جدا لأنه لابد أنه إشاعة بأن الغرب سيسقط والإسلام سينهض من جديد طبعا هي طبقة الخاصة يعرفونها مسألة مستحيلة لكن يجب من الضروري استمرارها لأن الملايين ما زالت تعيش وتقتات على علف هذه الفكرة اللطيف والطيب والشهي جدا. أيضا أفول الغرب هي فكرة إسكاتولوجية يعني أو أسطورية يعني فكرة النهايات أو القيامة وما إلى ذلك هي فكرة لها علاقة بالدين بشكل وطيد هي فكرة رومانسية غير معقولة يعني حضارات يعني صارت كأنما هاي حقيقة إنه أفول الغرب أفول الحضارات نهاية التاريخ هاي كلمات الضخمة الإعلامية لا قيمة لها بصراحة ولا يمكن أن نعتبرها قضايا أساسية بدليل أنها لم تخلف شيئا له قيمة مجرد دعاية لبعض الأشخاص مثل فوكوياما وغيره هذه العبارات نهاية الإنسان نهاية التاريخ نهاية وقصص النهايات ما تنتهي يعني نهاية يعني فكرة المسيح أنه وهكذا الرسول أدى حديث أنا والقيامة كهذا الفرق بين هاتين أتذكر عبارة من هذا النوع. الحضارات بصراحة ليست شمسا كي تأفل وليست شمعة كي تنطفئ ولا تترك أثرا. حضارة غربية الآن لم تعد حضارة غربية أصبحت حضارة عالمية إنسانية عامة إحنا جزء منها. فبالتالي أفول الغرب أو فكرة وجود أفول الغرب هو أفول للاقتصاد العالمي ولكل شيء وهذا المستحيل طبعا بعينه لا يمكن أن تتخيل هذه القضية وغير واردة ولا يمكن يعني الخروج منها بأي نتيجة أو أي بحث أو أي قضية. الأموال حتى لدرجة أن الأموال الآن أغلبها لدى الغرب جميع أثرياء العرب والصين وروسيا والدول الأخرى كلهم يودعون مدخراتهم بالبنوك الغربية وليس المحلية. لماذا؟ لثقتهم بالقضاء الغربي أي بالحضارة الغربية أكثر من ثقتهم من قضاء دولهم اللي هي أغلبها دول استبدادية. يعني أمر آخر الصين حتى لا تفوقت في إراداتها على الغرب كما يصرخ كثيرونها حاليا خلال 5 سنوات الصين راح تضاعف وارداتها. فبالتالي الصين لن تقود الغرب والعالم مهما حصل. لماذا؟ لأن الغرب لأنه هذا أول ما حصل عبر التاريخ لأسباب كثيرة. الصيني أو الهندي دائما أقوام وشعوب منعزلة عن مسرى التاريخ العام وحتى عندما يأتي الصيني مثلا جو التتار والمغول وقبلهم كثير من الهان شعوب الهان وعندما يتوغلون داخل العالم الغربي أو حتى العالم العربي يتأقلمون بسرعة ويتخلون عن جذورهم الصينية أو الهندية لصالح الثقافة الجديدة التي انتموا إليها. طبعا والسبب هو مرونة ثقافتهم المرنة بشكل عالي جدا. وأما العكس فغير صحيح. يعني لا نستطيع أن نعيش في مناطق هندية أو صينية ونتأقلم على ثقافتهم. هذا الأمر يحتاج لبحث أكثر. أما فكرة أنه الصين راح تتفوق فهي الصين بالعكس. هو الشركات الأمريكية تحرك الصين. العالم هو العالم الغربي الآن تجاوز نفسه وبطل يشتغل مصانع. راح قال لك مصانع هي هاي مسألة نطيها للصين خلي يشتغلون. احنا بعد ما نشتغل هاي الشغلات العملية الدخان والمصانع الضخمة وعمليات الإنتاج وشريط الإنتاج وعمال وهاي الدوخة كلها ما لنا علاقة بها. احنا هذا الصين مصنع العالم وانتهى الموضوع. احنا ننتقل بقضايا الكبيرة لها علاقة بالمعرفة يعني بالرأسمال المعرفي رأسمال الابتكار وبراعة الاختراع وما إلى ذلك. أما هذه قضايا خليها لهم للصين. تركيا أيضا رشحوا على هذا الأمر لكن
الآن بدأوا ما يفهمون اللعبة. أيضا النمور الآسيوية ثامن، الحضارة أقول لن يرثها العرب والمسلمون، يعني حتى لو افترضنا أن أفل الغرب هاي الحضارة ما راح يرثها العرب والمسلمون، لأن عمرهم وتاريخهم ما سووا حضارة العرب والمسلمون على الإطلاق، على الإطلاق لا يمكن. وهذا حتى الحضارة الإسلامية التي تسمى إسلامية في العصر العباسي حضارة كان يقودها المسلمون، لكن من قام بها هم شعوب مختلفة وليس مسلمين بالضرورة. فنحن كما يقال يعني حتى إذا افترضنا سقط الغرب، احنا ما شاء الله يعني وبنعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام والأزهر والنجف والقوم وهاي الأماكن الدينية المؤسسات الدينية هاي كلها حققت أرقام قياسية في نسب الأمية والتخلف بين ملايين النساء والأطفال والشباب، وما زالت عملية التجهيل والتخلف مستمرة بحقهم. النقطة قبل الأخيرة، الغرب سيستمر ولن يأفل نهائيا لسبب بسيط، هو أنه يصلح نفسه بنفسه، وأيضا سبب آخر هو لأنه ملتزم بمبادئ الحرية والديمقراطية والعلمانية والعلم، وليس من الممكن ولا المعقول أن يقرر مصير الغرب قادة مستبدون يقودون الشعوب المتخلفة عنصرية. هؤلاء على العكس من القادة، هؤلاء القادة هم المتواطئون والذين يعملون في خدمة الغرب لأن سقوطه من سقوطهم. النقطة الأخيرة، لو افترضنا أن الغرب سقط فهل هذا أمر جيد؟ كلا، سيحتلنا بلا رحمة الفرس والترك والروس وربما الإسبان كما حصل مرارا عبر التاريخ. تاريخيا نحن منذ سقوط بابل وآشور، بابل سنة 600-535 وآشور قبلها بقرنين، وسقوط مصر في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد، ومنذ تلك اللحظة نحن شعوب مستعمرة وننتقل من احتلال إلى احتلال آخر. بالعكس كانت على أفضل الإمبراطوريات من حيث السوء طبعا وليس من حيث الهاي، هي الإمبراطوريات اليونان والرومان اللي هم أجداد الغرب المعاصر، وهؤلاء هذه الإمبراطوريات منها الاحتلالات الإنجليزية وغيرها كانت هي صاحبها سيئات كثيرة، لكنها كانت أفضل بكثير من الاحتلال العثماني اللي دمر مجتمعاتنا العربية على مدى 500 قرن. تخيل دولة سلطنة عثمانية تحتل بلداننا 500 سنة وما تقدم أي شيء، دمرت الشعوب كاملة والآن ندفع ثمنها. على كل حال آسف للإطالة، شكرا جزيلا ومع السلامة.